بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة في الديزاين أوف مين جيردر. طبعا احنا أخدنا في المحاضرات اللي فاتت ديزاين الإكس جيردر وديزاين السترينجر والكونكشن بتوين إكس جيردر أند سترينجر. النهاردة هناخد إن شاء الله ديزاين المين جيردر. طبعا المين جيردر هي احنا قلنا العنصر الاساسي او هو الكاميرا الرئيسيه اللي هي بتبقى شايله كان فوقيها كل الاحمال اللي فاتت او كل العناصر اللي فاتت، اللي هي من الاكس جيردر للمين جيردر للبريسنج للاستفنر. طبعا هي اللي شايله كل الاحمال بتاعه الكوبري. المين جيردر طبعا الاحمال المؤثره عليها زي اي عنصر خدناه قبل كده بيبقى فيه نوعين من الاحمال، الديد لود واللايف لود. اول حاجه الديد لود، طبعا احنا بنقول لسه ان الكاميرا اللي هي المين جيردر بتبقى هي الكاميرا الرئيسيه اللي شايله كل الاحمال اللي بالكاميرات اللي فاتت، اللي هي زي الانويد. اول حاجه لما نبدا نحسب الانويد بتاع الستيل بتاعها، اول حاجه بيبقى معانا اللي هو الانويد بتاع السترينجر والاكس جيردر والبريسنج والستيفنر، يعني كل العناصر اللي بتاعت الستيل محمله على مين؟ محمله على المين جيردر. طيب وايه تاني بتاخد الاحمال؟ اللي هي بتاعت الخرسانه وطبقات الاسفلت، ده لو كان في الرود ويل. طب لو كان في الريل ويل طبعا بناخد حمل الريلز والفلانكس معايا في الاعتبار. يبقى لما ابدا احسب الديد لود في المين جيردر، يبقى اول حاجه باخد الانويت بتاع الستيل. طبعا في معادله هنديها دلوقتي لحساب الويت بتاع الستيل، طبعا اللي جاي من السترينجر والاكس جيردر والبريسنج واي عنصر طبعا هي شايلاه المين جيردر، وزائد طبعا اللي هو الانويت بتاع الاسفلت، وده باخده تقديري من 15 ل 20 طن، او باخده الجامه في التي اس بتاعت العنصر بتاع الاسفلت، زائد الانويت بتاع الرينفورس الكونكريت اللي هي بتاعه الخرسانه. الكلام ده فين؟ ده لو كان العنصر رود واي، لو كان الكوبري ده رود واي. طب لو كان ريال واي طبعا باخد الانويت بتاع اللي هو الريلز والفرانكس معايا في الاعتبار. اللايف لود طبعا اللايف لود دي احمال بتبقى مختلفه طبقا لنوع الكوبري، لو كان رود واي او ريل واي، وهنعرف ازاي هنحسبها مع كل حاله. اول حاجه نبدا حساب الديد لود. قلنا احنا الدبليو اس اللي هو بالنسبه لي اللي هو الويت بتاع الستيل، اللي هو شامل السترينجر اللي هو بتاع السترينجر والويت بتاع الاكس جيردر والاون ويت بتاع المين جيردر نفسها، زائد البريسنج بلس اللي هو ايه الاستفنر. دي معادله تقريبيه بنديها بتقول اللي هو ال دبليو اس انسايد اللي هو الجزء اللي هو جوه بين المين جيردر، يعني الانسايد اللي هو بين الاثنين مين جيردر. طبعا ده الكلام ده لو كان عندي تو مين جيردر وفي جزء كانتليفر، لو كان عندي كانتليفر فبحسب الاول اللي هو بتوين مين جيردر بالمعادله الاولانيه اللي هي 150 بلس 4 ال بلس 0.03 ال سكوير. طبعا الكلام ده لو كانت انسايد اللي هو بتوين قصدي اللي هو المين جيردر، بحسب الكلام ده وبيطلع الكلام ده بالكيلوجرام على المتر المسطح. طيب الاوت سايد اللي هو في الجزء اللي هو على الكانتليفر، الكلام ده بيساوي 100 زائد 3 ال، وبرده الكلام ده بيطلع بالكيلوجرام على المتر المسطح. ببدا احسب الكلام ده. ال الموجوده في المعادلتين هي اللينس بتاع الكوبري اللي هو الطول بتاع الكوبري كله. نيجي نحسب لو حاجة زي دي، لو كان ديك بريدج وعندي اتنين كانتليفر موجودين، اول كانتليفر طبعا ايا كان الكيس اللي انا هشتغل عليها، وعندي رينفورسنج كونكريت وعندي طبقة من الاسفلت وعندي الاكس جيردر والسترينجر والمين جيردر، ازاي بحسبها؟ طبعا هو عبارة عن حامل ديستريبيوتد لود على الكاميرا بتاعة المين جيردر. ببدأ احسب الدبليو ديد لود عبارة عن الاف سي اللي هي الاون ويت بتاع الاسفلت، زائد التي اس في الجاما سي اللي هي الجاما كونكريت في التي اس اللي هو السمك بتاع الخرسانه، زائد الدبليو اون سايد اللي احنا لسه قلنا عليها اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 150 زائد 4 ال اللي هي لسه حاسبينها فيه، زائد 4 ال زائد 0.3 ال سكوير، ده بالنسبه للانسايد. طبعا بضربها الكلام ده في الاثنين ليه؟ لان انا باخد اول حاجه الكاميرا باخد على واحده من الاثنين، انا عندي الانويد ده متوزع على الكاميرتين اللي هو اتنين من جيردر على دي وعلى دي، فطبعا انا بس بضرب في بي اتنين لان انا عايزه الجزء ده بس، فبحسب على واحده فيهم في بي على اتنين. البي اللي هو مين؟ عرض الكوبري اللي هو مسافه بين التو مين جيردر، زائد الاف سي برضو الانويد بتاع الاسفلت، زائد التي اس
في الجامع سي اللي هو وزن الخرسانه برضو للجزء الخارجي اللي هو الكانت ليفر، زائد الاون ويب بتاع الاوت سايد اللي هو الجزء اللي هو بتاع الكانت ليفر. طبعا بضرب الكلام ده في ال سي اللي هو طول الكانت ليفر، ال سي اللي هو طول الكانت ليفر. طبعا بما ان ضربت هنا بي على 2 يبقى الكلام ده بي بالطن على المتر الطول. طب لو كان عندي كيس تانيه ان ما في عندي كانتليفر بس الكانتليفر ده مش ممتد تحته الاكس جردن، يعني الكيس اللي فات كان الاكس جردن متكمله تحت اللي هو ايه المين جردن، لا قصدي تحت الجزء اللي هو الكانتليفر، انما في الجزء ده هنا الاكس جردن مش مكمله. فهنا ببدا احسب نفس الطريقه بالنسبه للجزء الاوتسايد الاف سي اللي هي الاون ويب بتاع الاسفلت زائد التي اس في الجامع كونكريت زائد الدبليو اون سايد دي زي ما حسبناها المره اللي فاتت في البي على 2. طبعا ده الجزء اللي هو مين بنقول جوه البيتوين مين جيردر. طيب الاف سي زائد التي اس في الجامع سي في ال سي طبعا حذفت اللي هو الدبليو اون سايد لان هنا الكيكس جيردر مش مكمله، يبقى بالتالي ما عنديش ستيل في المنطقه اللي هي في الكانتليفر، بالتالي ما بحسبش ليها W outside. يبقى احسب بعد كده اللي هي W dead load بالطن على المتر الطول. في حالة الكيس اوف بوني بريدج طبعا هنا عندي برضو نفس الكلام، عندي التو كانت ليفر بتوين تو مين جيردر موجودة جوه، فبالتالي بحسبها معايا يبقى عندي بيبقى حمل واحد مفيش outside ولا inside، بيبقى جزء واحد على طول. يبقى الاف سي اللي هو الاون ويت بتاع الاسفلت زائد التي اس في الجامع كونكريت بلس الاون ويت بتاع الستيل اللي هو هنحسبه من المعادله اللي هي 150 زائد 4 ال زائد 0.3 في ال سكوير. بضرب الكلام ده كله في البي على 2 لان انا ما عنديش جزء بي على بي داش. طبعا البي دي بتساوي البي العرض الاساسي بتاع الطريق زائد التو كانت ليفر مضاف عليه. في بعض الاحيان ما يبقاش تو كانت ليفر يبقى بي على طول، فعشان كده بدي لك بي داش بتساوي البي هنا اللي هو عرض الطريق من هنا لهنا زائد التو كانتليفر للطريق اللي هو جزء الممشى اليمين والشمال. تمام ده اللي هو البي داش على 2. برضو الكلام ده بيطلع بالطن على المتر الطول. طبعا بيبقى عندي ده كاميرا عاديه ديستريبيوتد لود عليها، هي كاميرا سمبلي سبورتد. ابدا احسب عليها المومنت بسهوله، عباره عن ده بيقول لي سكوير على 8، وابدا احسب الشيرنج فورس هو عباره عن دبليو ديد لود في ال ال على 2 بسهوله. كده انا جبت مين، جبت المومنت ان ديد لود والشير ان ديد لود. ابدا احسب الحاله الثانيه اللي هي بقى اللايف لود. طبعا لو عندي كوبري، الكوبري ده كوبري لود واي، ففي الحاله دي بيبقى عندي نموذج تحميل موجود في الكود. الكود بيقول لي ان انا الاحمال المركزه اللي بستخدمها بستخدم بعتبر ان انا عندي 3 حارات. طبعا على حسب عرض الطريق هيرجع لعرض الطريق، عندي 3 حارات بحاول اقسم عليهم الحمل. الحمل اللود في الحاره الاولى عباره عن 4 عجلات، كل عجله عليها 15 طن لان الاربع عجلات او العربيه وزنها كله على بعضه 60 طن. نيجي للعربيه الثانيه عباره عن 4 عجلات برضو ووزن العربيه 40 طن، والحاره الثالثه بيبقى عليها عربيه وزنها 20 طن. الاحمال دي شامله التاثير الديناميكي يعني الامباكت لود تبعها، غير لما كنا بنحسبها في الكود القديم كنا بنحسب 40 و60 قصدي 60 و30 وكنا بنحسب الامباكت لود لوحده. لا هنا في الاحمال دي في الكود الجديد الاحمال شامله التاثير الديناميكي. تمام يعني مش بحسب انت الامباكت فاكتور فيها. طبعا بيديني هنا جزئين، بيقول لي ان في الجزء المتبقي انا عندي فيه جزء عليه العربيه اللي هي عليها فيها 4 عجلات وكل عجله تشمل 15 طن في الحاره الاولى، والى جانب ده بيبقى في عندي حمل موزع مقداره 9 طن على المتر الطولي على المتر المسطح قصدي. ده بيبقى في الحاره الاولى. بالنسبه للحاره الثانيه باخد وزن 2.5 كيلو قصدي طن على المتر الطولي، واخر واحده برضو باخد 2.5 طن على المتر الطولي. ده كده بالنسبه لتوزيع الارصفه. فالارصفه هو حاطين لي قانون لو كان عرض الرصيف ده اقل من 1.5 فباخد وزن الرصيف حمل موزع 2.5 كيلو جرام على قصدي طن على المتر الطولي. لو كان اكبر باخده باخده نص طن على المتر الطولي. طبعا هنا 25% والتانيه نص طن. هنا بالنسبه لي 9 من 10 2.5
وهنا 2.5 طبعا كيلو، كيلو نيوتن. طبعا هنا احنا هناخدها بالطن، هتبقى 25% طن وتسعة من عشرة طن وخمسة وعشرين من مية طن برضو. بالنسبة للأرصفة بيبقى 25% طن، وهنا للرصيف لو كان أكتر يبقى 0.5 طن. معلش أنا قلت الأبعاد في الأول، اللي هي الأبعاد هنا في الكود واخدها بالكيلو نيوتن، طبعا لما احنا نحولها لطن هنقسم على 10. نبدأ، أدي الكوبري، طبعا ده اتجاه السير، اتجاه السير أو الموشنز اللي هيبقى عندي اتجاه العربيات. ببدأ أحط الحارة الأولى فيها الأربع عجلات، أو فيها العربية اللي هي وزنها 60 طن موزعة على أربع عجلات، كل عربية وزن فيها العجلة بتاعتها 15 طن. أبدأ أحط العربية التانية، الحارة التانية فيها حمل اللي هو العربية 40 طن موزعة على أربع عجلات، يعني كل عجلة 10 طن. نبدأ الحارة الأخيرة اللي هي فيها كل أربع عجلات برضو وزن العربية فيها 20 طن. طبعا ببدأ أوزع برضو الحمل الموزع، الحمل الموزع شامل الحارة كلها، مقداره 9 طن على المتر المسطح بالنسبة للحارة الأولى، و25% طن على المتر المسطح للحارة الثانية والثالثة. طبعا الحمال الموزعة قلنا بالنسبة للأرصفة لو كانت أقل من 1.5 بنبدأ أحطه، و25% طن على المتر المسطح. أما لو كان أزيد من 1.5 فبنحطه 0.5 طن على المتر المسطح. باخد شريحتين، الستريب الأولى باخدها عند الحمل المركز، والشريحة التانية باخدها في الحمل الديستريبيوتد لود. طب أبدأ أحط، بحط طبعا أقرب، أقرب أقول أحط اللي هي العجلة طبعا الأكثر تحميلا، بالنسبة للعجلات الأكثر تحميلا حطها أقرب ما يكون لمين، للمين جيردر محل الدراسة. يعني لو عندي دي المين جيردر ده محل الدراسة اللي هو السبورت ده، يبقى أنا بحط اللودز أقرب ما يكون لي. ببدأ بالعربية التقيلة الأول اللي هي الـ60، وبعدين بحط بعديها العربية الـ40، وبعديها بحط العربية الـ20، وابدأ احسب الرياكشن عند النقطة دي. باخد طبعا تو ستريب، ستريب عند الحمولة الاولى او عند العجلة الاولى، وبعد كده باخد ستريب عند العجلة التانية، وباخد ستريب تالتة عند مين، عند الديستريبيوتد لود، وابدأ في كل حالة من الحالات دي احسب رياكشن. طبعا الاولى والتانية متشابهين، بحسب الرياكشن بناء على ان انا حابب احط ادي الاحمال بتاعتي 15 و15 وعشرة وعشرة وخمسة وخمسة، وابدأ احسب الرياكشن اللي بسميه بي. نفس الكلام بعمله مع اللي هو الأرصفة، بحط قصدي بالنسبة للديستريبيوت اللود، بحط أول حاجة الحمل 9 من 10 على الشريحة والجزء الأولاني أقرب ما يكون، طبعا برضو بنقول للمين جيردر محل الدراسة. بحط بعديه اللي هو تحميل الحارة التانية والحارة التالتة لغاية ما أوصل للسبورت التاني أو للمين جيردر التانية. بحمل الأرصفة ب25% طن على المتر المسطح او 0.5 طن طبعا طبقا لعرض الرصيف. باخد ملاحظه بس هنا، ان انا في حاله التحميلات دي لما باجي احمل الديستريبيوتد لود بحاول ما احملش الارصفه الاثنين، يعني لو عندي رصيف يمين وعندي رصيف شمال بحمل الرصيف الاقرب للمين جيردر محل الدراسه فقط، يعني ما بحملش المين جيردر او جزء الكنتريفر اللي بعيد او من ناحيه المين جيردر اللي هي مش انا هدرس عليها، بحمل رصيف واحد. ليه؟ يعني لما هاجي ارسم الانفلونس لاين عشان احسب من الرياكشن، لو انا حسبت هلاقي الجزء ده هيطلع بالسالب، طبعا لما اجي احسب عليه اللودز هينقص معايا الرياكشن، فبالتالي هيديني قيمه اقل، فلا انا بستبعده خالص عشان اجيب اقصى قيمه تحميل على المين جيردر ديت، فبحاول احمل رصيف واحد بس والتاني مش بحمله. نبدأ طبعا هوزع الأحمال دي على المين جردر، أدي عندي الطريق طبعا، أدي المين جردر بتاعتي ماشية من السبورت الأول للسبورت التاني، عليها طبعا الشريحة الأولى ادتني لود بي، والشريحة التانية ادتني اللود بي، والشريحة اللي هي الديستريبيوتد ادتني القيمة اللي هي الدال. أبدأ أحط اللودز دي طبعا بناء على المكان اللي هيديني أقصى، بالنسبة لو أنا عايز أحسب طبعا أقصى مومنت يبقى بحطها في المكان اللي يديني اقصى مومنت. طب لو عايز احسب اقصى شير نفس الكلام. طب نبقى ازاي هنحطها؟ لو انا عندي الكاميرا دي سمبلي بيم، طبعا انا عندي تو كونسنتريتد لود وعندي ديستريبيوتد لود. لما اجي احسب، كنا بقولنا زمان لما عشان احسب لو انا عندي تو كونسنتريتد لود وعايز اعرف فين المكان اللي فيه اقصى مومنت، بقسم الكاميرا نصين وابدا احط احد الاحمال دول على بعد ربع من النص والتاني على بعد 3 ارباع، يعني انا عندي المسافة بين العجلتين دول 120، يبقى بحط
الحمل الاولاني على بعد الربع لو قسمنا متر وعشرين على اربعة يطلع 3/10، والبعد التاني هيبقى على بعد 9/10. ابدأ ارسم الانفلونس لاين للكونسنتريتد لود طبعا لو انا حطيته عند النص، وابدأ احسب المومنت في حالة الكونسنتريتد لود. طب بالنسبة لحالة الديستريبيوتد، حالة الديستريبيوتد هتبقى اسهل شوية لان انا عندي حمل موزع على كاميرا سيمبلي سبورتد، ابدأ احسب منيها المومنت عبارة عن W في ال سكوير على 8. يبقى كده انا حسبت المومنت اللي جاي الكونسنتريتد لود ومن الديستريبيوتد في المين جردر اللي بحل الدراسة. طيب نبقى نحسب الشير مومنت او الشير ماكسيمم. ببدأ احط برضو الشير العجلات دي على المين جردر محل الدراسة، بنحطه على السبورت ونبدأ نحسب الاكشن من الكونسنتريتد لود. ممكن ارسم الانفلونس لاين او ممكن احسبها مباشرة، ارسم الانفلونس لاين وابدأ اضرب طبعا كل قيمة كونسنتريتد في القيمة المقابلة ليها، وبالنسبة للديستريبيوتد ممكن اضربها في المساحة. كده بالنسبة لي حسبت مين الكونسنتريتد لود عن طريق الانفلونس لاين، وديستريبيوتد لود ممكن احسبه من الدبليو ال على 2 لان النص هيروح هنا والنص هيروح هنا. يبقى كده انا حسبت الماكسيمم شير والماكسيمم مومنت اللي انا عايزها. ابدا احسب الاف ديزاين. طبعا قبل ما ادخل على دي، الاف ديزاين عباره عن الام دي لود زائد الام لايف لود، والكيو ماكسيمم برضو عباره عن الام دي لود الكيو دي لود زائد الكيو لايف لود. بجمع الاثنين على بعض ببدا احسب فيها اللي هو الديزاين ستريننج اكشن. طيب نبدا ازاي اعرف اجيب الكروس سيكشن. طبعا انا في الاول لما اشتغلنا في الاكس جيردر والسترينجر كنا بنفرض، بنبقى حالة من الاثنين، يا اما انا عندي الفورس موجود اللي هو المومنت بقسمه على الاس اكس، وعندي الاف اللوبل موجود الاف اكشوال الموجودة على القطاع بحسبها انها بتساوي 58% اف يلد. ده لو انا خدت القطاع انون كومباكت، وبتساوي 64% اف يلد في حالة الكومباكت. فبقول لو انا قلت ان الاف 64% الاف يلد بتساوي الام اكس على الاس اكس، انا المجهول الوحيد عندي هنا الاس اكس لان المومنت انا جايباه ودي معلومة، يبقى بجيب الاس اكس وبروح للجداول بطلع القطاع. ده لو كان في حالات الاكس جيردر والسترينجر. طيب هنا ممكن القطاع برضو ممكن في بعض الحالات في المين جيردر ممكن يتحسب بنفس الطريقة، بس الغالبية العظمى احنا بنلجأ فيه المين جيردر ان احنا نشتغل بالت اب سيكشن، لان القطاع بيبقى عليه مومنت عالي وبيبقى عليه الشير عالي، فبالتالي بنحاول نشتغل على القطاعات اللي هي المركبة. طيب ازاي نجيب القطاع المركب؟ طبعا احنا خدنا القطاعات المركبة، يبقى عندي اربع مجاهيل موجودين عشان اقدر اجيبهم، لازم بفرض واحد بدلالة بقية الحاجات اقدر اجيبها عن طريق القانون. اول حاجة بالنسبة لي في الحاجات المجهولة اللي هو الاتش ويب، هو ارتفاع الويب والسكنس بتاع الويب والبي فلانج والتي فلانج. طبعا ده على اساس ان احنا عند البي فلانج والتي فلانج الاثنين متساويين، اساس ان انا هنا واخده القطاع بالنسبة لي سيمتريكال فوق زي تحت. طبعا الكلام ده ممكن ما ناخدوش سيمتريكال، بس الكلام ده مش بيحصل في الكبارح، بنحاول بقدر الامكان ناخد سيمتريكال شيب. اول حاجة طبعا عشان اجيبها انا عندي اربع مجاهيل، فلازم افرض واحد بحط استيميشن تقديريا، بقول ان انا ممكن اخد الاتش ويب بتساوي الاسبان على من 8 ل 10، من 8 ل 12، وتقريبا دايما بناخده الاسبان على 10، يعني دايما بناخد القيمه اللي هي الاسبان على 10. ده فيه في المين جيردر طبعا، في احنا قلنا قبل كده في الاكس جيردر بناخد الاسبان من 7 ل 9، وفي السترينجر برضو بناخده من 7 ل 9 او بناخده الاسبان على 10. هو الحالات دي كلها بناخد احنا قيمه تقريبيه، بنقول اسيوم ان الاتش ويب او استيميت الاتش ويب بتساوي الاسبان على. كده انا حددت الاتش ويب، ابدا احدد التي ويب. التي ويب عباره عن اختيار من اربع قيم. الاربع قيم دول اجيبهم منين؟ اول حاجه بقول ان المينيمم سيكنس للبليد ده اقل حاجه بس بفرضها اللي هي تي ويب بتساوي 8 ملي. وخلي بالك ده تي ويب واحد لان دي اول فرض انا بفرضه، بشوف كيس من اربع حالات دول الاكبر فيهم هو اللي باخد فيه التي ويب وبقول ان هو ده التي ويب اللي يصلح ان انا اصمم القطاع عليه. لكن انا عرفت الاول الخطوه الاولانيه
يعني بحدد الاتش ويب. الخطوة التانية باخد الرقم الاكبر من الاربع قيم اللي انا هحسبهم دلوقتي. اول حاجة اللي هي بنقول المينيمم سيكنس بتاع البليد ده لازم يبقى اقل حاجة 8 مللي بناء عليه، بناء على الكود طبعا. طيب المينيمم سيكنس ده بالنسبة للويب من المعادلة دي اللي هي معادلة الموجودة في الكود، الويب دي بتساوي الاتش ويب على التي ويب بتساوي 830 على الاف يلد. انا عندي الاتش ويب معلوم من الخطوة ده، الاف يلد معلومة 830 جي تي ويب 2، ودي اقدر كده انا جبت رقم 2 في الفرضية بتاعتي. الشير ريكويرمنت اللي هو ايه؟ بدلالة الشير، انا عندي كنا بنقول ان الشير لا يقل عن 35 الاف فيلد، وكنت بقسم الكيو ماكسيمم اللي هي كيو ديد لود زائد اللايف لود اللي انا جايبها من الخطوات بتاعه ستريمينج اكشن، بقسمها على الاتش ويب في التي ويب. التي ويب مجهوله، انما الاتش ويب انا جبتها من الخطوه رقم واحد، وعندي 35 من 100 بقسمها بيها. طبعا ده اللي هو ايه؟ شرط الشير. في الحاله دي بطلع التي ويب 3، يبقى انا عندي كده تي ويب 1 تي ويب 2 تي ويب 3. اخر خطوه الكيو ريكويرمنت باكلينج، التي ريكويرمنت في الباكلينج، ودي بتيجي من خطوه من الاربع خطوات اللي هنذكرهم. طبعا واحده من الاربعه، يعني مش بنطبق الاربعه، هي واحده من الاربعه. في حاجه بنفرض فرضيات، لو كان انا الاتش ويب اللي جبته في الستيب نمبر 1 اقل من 1 متر، يعني معناها ان انا مش هستخدم ستيفنر. وان الستيفنر بنحطها امتى؟ في الستيفنر بنحطها طبعا لو كان انا عندي مومنت عالي والارتفاع بتاع الويب اكبر من 1 متر، فببدا احط اول حاجه فيرتيكال ستيفنر. طب انا لو عندي الارتفاع ده اقل من 1 متر، يبقى انا مش محتاج احط ايه؟ فيرتيكال ستيفنر. فبستخدم المعادله الموجوده في الكود ان الكيو ماكسيمم على الاتش ويب في التي ويب بتساوي، احنا كنا دايما بنقول هي المفروض تبقى اقل من او تساوي 119 على تي ويب في دي ويب على تي ويب في جذر الاف يل. الكلام ده فيه 35 اف يل، طبعا هنا بسويهم عشان اقدر اجيب التي ويب 4، المجهول الوحيد عندي هنا في المعادله تي ويب 4 لان الكيو ماكسيمم انا جايباها من الستريمنج اكشن. باقي القيم موجوده، احسب منيها التي ويب 4. طبعا اشوف لو كان اي خطوه من الاربعه اللي سبق الثلاثه اللي سبقوها زياده الخطوه الرابعه دي الكبيرة فيهم اخدها للتصميم. طب افترض انا خدت الاتش ويب اللي انا جبتها في الستيب نمبر 1 اكبر من 1 متر، يعني من 1 لـ 2، يبقى في الحالة دي هحط فيرتيكال ستيفنر. طب يبقى انا استخدم المعادلة اللي بتقول ان الاتش ويب على التي ويب المفروض تبقى اقل من او يساوي 190 على جذر الاف يلد. طبعا انا عندي معلومة بالاتش ويب من الستيب نمبر 1، يبقى كده هجيب التي ويب 4، ده في حاله ان انا استخدمت فيرتيكال ستيفنر. طب افترض عندي الاتش ويب برضو اللي انا جبتها من الستيب نمبر 1 اكبر من ال 2 متر لغايه 2 متر 80، في الحاله دي انا هستخدم تو تايبس اوف فيرتيكال من الستيفنر. في نوع هوريزونتال ستيفنر وده هستخدمه على اتش على 5، يعني على 5 الارتفاع، وهحط الفيرتيكال ستيفنر. الكلام ده بلجا امتى؟ لما يبقى عندي مومنت عالي، فببدا احط مومنت عالي وعندي الويب كبير ارتفاعه عالي من 2 لـ 2.8، ففي الحالة دي بحط تو فيرتيكال ستيفنر، تو قصدي تايب اوف فيرتيكال اوف ستيفنر، فيرتيكال وهوريزونتال. في الحالة دي بستخدم المعادلة اللي بتقول اتش ويب على تي ويب اقل من او يساوي 320 على جذر الاف يلد. طبعا المعلوم عندي المجهول عندي الوحيد اللي هي التي ويب بقدر اجيبها. كيس نمبر 4 اللي هي اخر حاله، بنقول لو الاتش ويب دي اكبر من 2.8، يعني في الحاله دي الويب عالي جدا يعني ممكن يوصل ل 3 متر، ففي الحاله دي بستخدم تو تايبس برضو من الاستفنا، في فيرتيكال وفي هوريزونتال على بعد اتش على 5 وفي الميد على اتش على 2، يعني انا استخدمت نوعين من الهوريزونتال استفنا. في الحاله دي بستخدم القانون اللي بيقول الاتش ويب على التي ويب اقل من او يساوي 365 على جذر اف يل. طبعا بسويهم ببعض وبجيب التي 4. طبعا انا بستخدم زي ما قلنا كيس اوف 4 كيسز دول، يعني واحده من الاربعه مش هيستخدم، يعني لو انا مستخدمه اقل يبقى هاخد 1 متر، 1 لـ 2 يبقى هستخدم المعادله دي، من 2 لـ 2.8 يبقى استخدم المعادله دي، من اكبر من 2.8 هستخدم المعادله الاخيره. بجيب كده جبت تي ويب 1 تي ويب 2 جبت ويب 3 تي ويب 4، اكبر فيهم هي اللي انا باخدها في الاعتبار وبصمم عليها بحيث ان لا تزيد اي قيمة منيهم عن 1.6 سنتي، يعني 16 ملي.
دي اكبر قيمة ممكن استخدمها للT web، ابدأ اصمم عليها القطاع. كده جبنا ال H web وال T web، يبقى كده انا عرفت ايه البروبرتيز بتاع ال web. ابدأ اجيب بقى الفلانج. الفلانجز قلنا بنشيل المومنت، وانا عندي مومنت M، طبعا لو دي simply supported فهيبقى اتجاه السهم بتاع التنشن تحت وبتاع الكمبريشن فوق، فبالتالي يبقى هنا عندي المومنت في جزء بيبقى بتولد لي تنشن على الفلانجز اللي تحت، وبتولد لي كومبريشن على الفلانجز الفوق طبعا، بس مش بس الفلانجز بس، لا ده كمان في جزء من الويب حوالي السدس فوق والسدس تحت بيشيل معايا جزء من المومنت ده. فبنبدا نحسب السي او التي اللي هي سواء التنشن او الكومبريشن، بقول ان هما بيساوي المومنت الموجود على القطاع على 98% الاتش ويب. ليه؟ لان احنا بنقول ان هو ما بيأثرش على الويب كله، لا ده بيأثر على جزء بس مش القطاع كله، لا ده بيبقى جزء من القطاع شغال معايا في التنشن وجزء شغال معايا في الكمبريشن، عشان كده احنا خدنا ما خدناش الويب كله، لا خدنا 98% الاتش ويب، طبعا شلنا الجزئين اللي هما بيأثر عليهم الكمبريشن والتنشن. طبعا حسبنا الالاوبل ستريس، بقول عبارة عن الفورس، اي عندي ستريس بيساوي فورس على اريا، طبعا الاريا اللي هي ايه اللي هي بيأثر عليها بالفعل المومنت. فانا بقول ان الستريس ده ممكن اخده 58% الاف ييلد بيساوي السي اللي هي سواء التنشن او الكمبريشن، طبعا هنا متساويين لان الفلانجز ايكوالز متساويين برضو، بتساوي الفلانج اللي هي لسه انا معرفهاش كام زائد سدس الويب، الجزء اللي احنا قلنا عليه بيأثر عليه المومنت في الويب، سدس الويب يعني سدس الاريا بتاعت الويب. طبعا انا عندي الاريا اللي بتاعت الويب معلومه، المجهول الوحيد عندي مين؟ الاريا فلانج، اقدر اجيبها بدلاله السي والاريا بتاعت الويب. يبقى كده انا جبت الاريا للفلانج، جبت الاريا التوتال، طبعا عشان عايز اجيب كل عنصر فيها اللي هو ايه، انا عندي الاريا فلانج دي عباره عن البي فلانج في التي فلانج، طب انا عايزه اجيب الواحده العناصر دي، انا الاثنين مجهولين بالنسبه لي، فبفرض واحده وبجيب الثانيه بدلالتها. بفرض ان البي فلانج بيساوي حوالي 20 التي فلانج، يعني بفرض حوالي، ان احنا كنا بنقول ان لو تفتكروا الشرط بتاع اللي هو بتاع التشيك اهو موجود، ان السي فلانج على التي فلانج اقل من او يساوي 21، يعني تقريبا السي فلانج حوالي 21 او 20 مره التي فلانج، فهقول ان البي فلانج بتساوي 20 التي فلانج، فبحط ان الاف فلانج بتساوي 20 تي فلانج سكوير، بعوض في المعادله طبعا دي، وبجيب هنا المجهول هيبقى الوحيد عندي التي فلانج، لان الاريا فلانج انا جبتها، فعندي التي فلانج هيبقى المجهول الوحيد اجيبه، وابدا اعوض في المعادله الفرضيه اللي انا فرضتها الاول واجيب البي فلانج، اقرب طبعا لاقرب 2 سنتي. طبعا كده انا حسبت الاريا بتاعت الفلانجز وحسبت الاريا بتاعت الويبز، وابدا احسب الاي اكس والاس اكس، طبعا هيبقى سهل بالنسبه لي ان انا اجيب البروبرتيز بتاعه القطاع ده اللي انا جبته. ابدا اعمل التشيك، طبعا احنا خلاص جبنا القطاع، ابدا اشيك على القطاع بتاعي ده اشوفه طبعا هيصلح او لا يصلح. طبعا القطاع ده لو انا جبته زي ما قلنا في الخطوه الاولى ان احنا جبناه اقل من 1 متر، يبقى بالتالي انا هجيبه هوت رول سيكشن، يبقى بالتالي هطبق عليه القانون اللي هو بتاع الكومباكتنس، انه الاتش ويب على التي ويب اقل من او يساوي 127 على جذب اف ييلد، طبعا ده بالنسبة للويب، في الحالة دي هيبقى القطاع كومباكت، او الفلانج سي على تي فلانج اقل من 116.9 على جذر الاف ييلد. ده القطاع ده لو كان ايه، لو انا اخترته من جداول هوت رول سيكشن. طب لو انا جبته بيلت اب سيكشن، طبعا بالطريقة التانية اللي احنا لسه بنحسب بيها دلوقتي، فبقول ان الويب بيساوي الاتش ويب على تي ويب اقل من او يساوي 190 على جذر الاف ييلد، والفلانجز بيساوي سي على تي فلانج اقل من 21 على جذر الاف ال، في الحاله دي القطاع بيبقى نون كومباكت. طبعا لو حقق الشرط ده بتاع الفلانج والويب، يبقى في القطاع في الحاله دي القطاع نون كومباكت. ابدا اكمل الخطوات بتاعتي في التشيك اللي هي تشيك اوف بيندنج. طبعا انا عندي هنا ستريس عليه مومنت، ابدا احسب الاف اكشوال اللي هي عباره عن الام ماكسيمم اللي هي الام ديد لود زائد اللايف لود على الاكس اكس، المفروض القيمة دي لا تزيد عن الاف بي سي اكس اللي هي الالاوبل اللي انا بحسبها من فين، من اللاترال. اللاترال بحسبه بخطوة من التلاتة. القطاع ده لو كان عندي طبعا كومباكت، فبقول ان الاف سي بي اكس
تساوي 64% للفيلد. طبعا اللاترال هنا لو انا مستخدمه بلاطه خرسانيه فاللاترال باكلينج بيبقى زيرو بالنسبه لقطاع الديك بريدج، يعني ايه زيرو؟ لان الخرسانه بتبقى ماسكه مين؟ بتبقى ماسكه اللي هو الجزء الفلانجز اللي في الكمبريشن، فبالتالي اللاترال تورشن بيبقى ايه؟ زيرو، لانها ممسوكه باكتر من حاجه كمان مش بس البلاطه الخرسانيه، فهي بتبقى ممسوكه بالاكس جيردر والسترينجر والى جانب طبعا البلاطه الخرسانيه، فبالتالي هي مقيده، فبالتالي ما بيبقاش عندي لاترال تورشن فيها. فاعتبر ان اللاترال تورشن في اللي هي الديك بريدج اللي موجوده الكمبريشن بلاك تحت وفلانجه فوق بيساوي زيرو. فبالتالي بحسب ان الاف سي بي اكس في حاله الكومباكت بيساوي 64% فيلد، في حاله النون كومباكت بيساوي 58% الاف فيلد. تمام، ده بالنسبه لازاي احسب هو الاف سي بي اكس. ابدا شيك واشوف القطع ده تشيك بتاع البندنج بتاعه سي اور ان سيف. طيب نيجي بالنسبه للقطاع حاجة قبل ما ننسى، طبعا برضو القطاع ده لو كان بوني بريدج، لو كان بوني بريدج طبعا بيبقى القطاع ده ببدأ احسب ال اكشوال. طبعا هنا البلاطة الخرسانية بتبقى موجودة بس مش ماسكة الكمبريشن فلانج، فايه بيبقى ماسك الكمبريشن فلانج؟ بيبقى ماسكها البراكت، يعني بيبقى ماسكها البراكت. ففي الحالة دي بشوف ال اكشوال فيساوي في الحالة دي الاس اللي هي السبيسنج بتوين اكس جيردر، لان اللي ماسكها البراكت، فبشوف المسافه بين كل براكت والتانيه بتبقى عباره عن السبيسنج اللي هي بتوين الاكس جيردر، فبالتالي بحسب ال اكشوال وبشوف اذا كان اكبر من ال ماكسيمم او اقل، وببدا احسب اللاترال تورشن بالطرق الطريقه من الطرق الثلاثه اللي احنا خدناها قبل كده. يبقى ده الحاله لو كانت القطاع بيلت اب سيكشن وبوني بريدج، يعني معناها ان الاكس جيردر موجوده تحت مع التنشن فلانج، فبالتالي الكمبريشن فلانج مش ممسوكه بخرسانه، فبالتالي ببدا احسب اللاترال تورشن بشوف بيساوي ايه. بيساوي طبعا بنقول ان هو المسافه السبيسنج بتوين اكس جيردر، وببدا اقارنه بالال ماكسيم اشوف اكبر او اقل من الال ماكسيم. الخطوه رقم 3 اللي هي تشيك اوف فاتيج. طبعا احنا خدنا الفاتيج قبل كده وقلنا بنحسبه ازاي، بنحسبه من الجداول واروح للجدول اللي هو بحسب السايكل، ومن السايكل بشوف القطاع ده لو رولد سيكشن بروح للقطاع بجيب القيمه بتاعه الاف سي ار من الجدول، لا سواء انا حددت السايكلز 2 مليون او اوفر 2 مليون، طبعا اي قيمه منهم انا حددتها وكان على ال الديت بتاعه القطاع لو كان الجريد بتاعته ايه او بي. طبعا احنا قلنا الجريد ايه اللي هي رولد سيكشن، والجريد بي اللي هي بيلت اب سيكشن. طبعا احنا لو اشتغلنا على البيلت اب سيكشن يبقى هتساوي في 2,000,026، ولو كانت اوفر يبقى 1.2، احنا دايما بنشتغل على 2 مليون سايكل. تمام، ده كده الفاتيج ستريس اللي انا جايباه من القطاع. المفروض ان الفاتيج اللي هو الاكشوال لا يزيد عن الفاتيج اللي هو مسموح به، يعني المفروض ان انا ام فاتيج اللي انا بجيبها نتيجة ان هي بتساوي الام ماكسيموم ناقص الام مينيموم. الام ماكسيموم هي الام ديد لود زائد الام لايف لود. طب والام مينيموم هي الام ديد لود فقط. يبقى الام ماكسيموم عبارة عن ام ديد لود زائد 7/10 ام لايف لود في الكونسنتريتد لود زائد 3/10 في اللايف لود في الديستريبيوتد لود. تمام، ده بكسب منيها الام ديد لود. طب والام مينيموم عبارة عن ام ديد لود هولد. بحسب الام فاتيج اللي هي الفرق بين الاثنين. طبعا احنا طرحنا ده وطرحنا ده، هتروح الام ديد لود هيفضل 7/10 ام لايف لود في الكونسنتريتد لود و 3/10 في الام لايف لود للديستريبيوتد. حسبت القيمه بقارنها بقسمها على الاس اكس اللي انا جايباها للقطاع، بشوف القيمه دي المفروض تبقى لا تزيد عن الاف سي ار اللي انا جايبانها من ايه؟ من القطاع بتاعي بتاع اللي هو من الجدول. الخطوه رقم 4 اللي هي تشيك اوف شير ستريس. احسب شير ستريس اللي هو جاي على القطاع ككل. بقى بقول الكيو اللي هي الشير ستريس بيساوي الكيو ماكسيمم على الاتش ويب في التي ويب. طبعا الاثنين معلومين بالنسبه لي، المفروض القيمه دي لا تزيد عن 35% الاف. الخطوه الاخيره اللي هي تشيك اوف ديفليكشن. طبعا انا عندي لايف لود بشوف الديفليكشن بتاعه. الاكشوال عباره عن
الديفليكشن الاكشوال بيساوي الديفليكشن بتاع الديستريبيوتد زائد الديفليكشن بتاع الكونسنتريتد. المفروض الكلام ده لا يزيد عن الاولبل المسموح به اللي هو بيساوي الاسبان على 600. طبعا في حاله الكونسنتريتد دي حاله موجوده في الجداول، ببدا عادي احسبها من الجدول الموجود في الكود. اما بالنسبه او في الشكل البحيري طبعا ببدا احسبها للديفليكشن الاكشوال. اما في حال طبعا كونسنتريتد ببدا احسب الاريا لكل شكل، وببدا احسب اللي هو الام اي اللي هي موجوده هنا في القمه. طبعا الديفليكشن اكشوال عباره عن 5 دبليو لاي فلود، ده بالنسبه للديستريبيوتد في ال اس 4 على 384 في الاي اي زائد الام اي طبعا اللي انا هحسبها هنا من القطاع على الاي اي. حسبنا الديفليكشن بشوفه المفروض لا يزيد عن الالوب اللي هو عباره عن الاسبان على 600. طبعا في جزء فيها راح ناخده في الجزء الثاني في المحاضره اللي هو تشيك اوف ويب ديفليكشن اوف ويب باكلينك. طبعا ده جزء كبير مهم طبعا في بالنسبه للمين جردر بالذات عشان القطاع بتاعها بيبقى الاتش والام بتاعتها عاليه، فهناخد جزء لوحده في اللي هو تشيك هناخده في الجزء الثاني من المحاضره دي. هناخد صرف الاكزامبل بس دلوقتي عن الجزء اللي احنا خدناه اللي هو كالكوليت اللي هو السترينج اكشن وديزاين اوف مين جيت. هنا عند قدامك سايد فيو لكوبري، البي بتاعته بتساوي 12 متر، تو كانتليفر 2 متر، المسافه او السبيسنج بتوين سترينجر 2 متر. بقول لك احسب لي اللي هو والاتش ويب هنا بتاعه القطاع 3 متر، والاتش والاتش بتاعه السترينجر هنا الاكس جردر قصدي 1.5. بقول لك الكوليت ذا ماكسيمم سترينج اكشن الامديد لود زائد اللايف لود والكيوبيد لود زائد اللايف لود اكتنج اون وان مين جردر اوف وورد واي بريدج اند ديزاين ذا مين جردر يوزنج بيلت اب سكشن. اول حاجه هسيبها مين الديد لود، انا مديني التي اس برضو الخرسانه الموجوده 20 سنتي. ابدا احسب الدبليو ديد لود عباره عن تي افريج للكونكريت اللي هي في الجامع كونكريت زائد الاف سي اللي هي جامة للاسفلت في التي بتاعت الاسفلت زائد طبعا لو انا مش مديها لك انت بتفرضها زائد دبليو ستيل للقطاع ككله اللي هي كل الاحمال اللي جايه على المينجرت في نص العرض بتاع الكوبري. طيب دبليو ستيل انسايد الجزء اللي جوه ده اللي هنا اللي جاي على المينجردر اللي هي محل الدراسه بيساوي 150 زائد 4 ال زائد 0.03 ال سكوير يساوي 150 زائد 4 في ال ال بتساوي هنا 30 متر زائد 0.3 في 30 تربيع بيساوي 297 جرام على المتر الطولي. ده كده على المتر المسطح. انا حسبت ال W inside. طب ال W outside عبارة عن ال زائد 100 زائد 3 طبعا 100 موجوده في زائد 3 في 30 بيساوي 190 كيلو جرام على المتر المسطح. يبقى الدبليو ديد لود عباره عن 20 اللي هي الارتفاع المتوسط بتاع الخرسانه او السيكنس المتوسط بتاع الخرسانه في 2.5 اللي هي بتاعت الحجام بتاعت الخرسانه للكثافه زائد طبعا هنا مفروضها 0.175 اللي هو لطبقة الأسفلت. طبعا ده حمل تقريبا الطبقة اللي هي الفرشة بتاعت الأسفلت زائد اللي احنا الخطوة اللي احنا جبناها اللي هي الانسايد الدبليو ان دبليو اس انسايد هي 0.297 اضربها في نص العرض اللي هو 12 يبقى نصه 6 زائد جزء الاوتسايد برضه 21 في 2.5 زائد 0.175 بلس 1.19 للجزء اللي هو الايه الكنتليف اضربها في 2 اللي هو عرض الكنتليف طلعت لي القيمه 7.762 طن على المتر الطولي. كده طلعنا القيمه بتاعه الدبليو ديد لود. ابدا احسب الام ديد لود اللي هي دبليو السكوير على 8. طبعا ال هنا طوله 30 يبقى في ال بتاعته 900 30 تربيع على 8. طلعت القيمه بتاعت الام بتاعت الام ديد لود اطلع برضو دبليو في الديد لود على 2 في الديد لود في ال على 2 طلعت القيمه بتاعت الكيو ديد لود. ابدا احسب
اللي هو ايه اللايف لود. اللايف لود قلنا احنا بنقسم الكوبري ده لثلاث حارات، هو عرضه عندي 12 متر، هبدأ اقسمه لثلاث حارات وابدأ اوزع الحمض بتاعي. طبعا هنا العرض ده 12 متر، حطينا اول عربية اللي هي دي 15 و15 قريبة من المين جيردر محل الدراسة اللي وصلت المين جيردر 15 و15، وبعد كده حطيت العشرة والعشرة والخمسة والخمسة. ابدأ احسب الرياكشن، ارسم اللي هو الانفلونس لاين للحالة دي، وابدأ احسب الرياكشن لأضرب كل قيمة طبعا اللي هنا للكونسنتريتد في القيمة المقابلة ليها، وابدأ احسب منها الرياكشن اللي هو الار واحد. ستريب نمبر 2 طبعا ستريب نمبر 1 وستريب طبعا ار 1، دي هتبقى ار 1 وار 1 طبعا لان عندي حملين للعجل. ابدا احسب بعد كده الستريب نمبر 2 بالنسبه للكونسنتريتد لود. نبدا نحط اول حاجه 9.1 طن على المتر الطولي، وبعد كده ابدا احط ايه ال 25% طن على المتر الطولي للحارتين اللي فاضيين، واحط زي ما قلنا بنحمل حاره او بنحمل رصيف واحد من الرصيفين اللي هو التو كانت ليفر، واحد بس الثاني لانه هيقلل القيمه، ابدا احسبه زيرو. وابدا احسب المومنت برضو بنفس الطريقه، اضرب كل قيمه بالمساحه المقابله ليها طبعا لان دي كونسنتريت اللود، فابدا احسب 9.1 اضربها القيمه المقابله هنا، وال 25% في القيمه المقابله ليها، ونفس الكلام بالنسبه للنص والقيمه المقابله ليها. حسبت كده الكونسنتريت اللود اللي هو دبليو 1. ممكن احسب للجزء اللي هو الصغير ده لوحده اللي هو التو كانت ليفر الثاني لوحده، اطلع القيمه. ممكن ما احسبوش لانه هي اساسا زي ما قلنا بيقلل القيمه مش بيزودها. ايه اللايف لود؟ ابدا احسب طبعا عندي دلوقتي تو كونسنتريت لود، مقدار كل واحد فيهم احنا حسبناها من الخطوه الاولى هنا 42.5. ابدا احط ال 42.5 طبعا قلنا المسافه بينهم 1.2، ابدا احسب احطهم في قسم الكاميرا نصين، واحط زي ما قلنا ايه واحد على بعد الربع والتاني على بعد التلات ارباع من السنتر لاين بتاع الكاميرا، وابدا احسب ارسم الكونسنت الانفلونس لاين بتاع القطع، وابدا احسب المومنت عنديها. فهنا جبت الام لايف لود للكونسنتريتد لود لكل واحده فيهم 612 متر طن. بالنسبه للديستريبيوتد قلنا هو عباره عن دبليو في ال سكوير على 8، سهل جدا احسبه 482 58 متر طن. للكيو لايف لود ببدا احط قلنا اللي هو التو كونسنتريتد لود عند السبورت او عند المين جوردر محل الدراسه، وابدا احسب يا اما ارسم الانفلونس لاين، وابدا طبعا احسب كل قيمه قيمه المقابله ليها، او ممكن احسب الرياكشن مباشره. طبعا هو الاسهل ان انا ارسم الانفلونس لاين وابدا القيمه والقيمه المقابله ليها، كل قيمه بالكونسنتريت اللي المقابله ليها، وبالنسبه للديستريبيوت اضربها في المساحه. حسبنا اللايف لود، ابدا احسب اللي هو الفتيك، احسب الام مينيمم اللي هي الام ديد، ممكن اجيبها من الام نيجاتيف او احسبها من الام بلس على طول اللي هي 773 22% مباشرة. طلعت اللي هو القيمة بتاعة الام مينيمم اللي هي الام ديد لود، والام ماكسيمم هي عبارة عن الام ديد لود زائد الام لايف لود. الام فاتيج عبارة عن 7.1 قلنا الام لايف لود الكونسنتريتد زائد 3.1 الام لايف لود للديستريبيوت. حسبنا القيمة للفتيك كده، جبنا الديد لود المينيمم والماكسيمم، الام المومنت مينيمم والمومنت ماكسيمم، والام الفتيج والكيو ماكسيمم اللي هي عبارة عن كيو ديد لود زائد الكيو لايف لود. حسبنا القيمة كده، احنا حسبت الستريننج اكشن بتاع المين جيردر اللي احنا عايزين نشتغل عليه. ابدا احدد القطاع بتاع المين جيردر، احنا كنا قلنا في بدايه المساله ان احنا عايزين بيلت اب سيكشن. ابدا قلنا حاجه بالويب افرض الدبس اللي هو الاتش ويب، قلنا احنا بناخده لسبان على من 8 ل 10، وقلنا السائد ان احنا بناخد ورع سبان 10. السبان عندي اللي هو الطول كله بتاع الكاميرا اللي هي 30 متر، ب 30 في 100 اللي عشان احولها بالسنتي على 10 ب 300 سنتيمتر. كده انا خدت الارتفاع 3 متر، خلي بالك هو كان مفروض فرضيه من الاول هو مديهولك 3 متر على الرسم. ابدا احسب السكنس، وقلنا بنحسبه قلنا من خطوه من اربع خطوات، طبعا الخطوه الرابعه بتاعه الباكلينج هنستنى عليها دلوقتي شويه. نبدا نحسب السكنس، اول حاجه من السلندرنس، وقلنا تي ويب بتساوي دي ويب على الدي ويب على تي ويب، الاف اي 330 على الاف ال،
وحسبناه هنا 1.3، نبدأ نحسبه من الشير اللي هو كيو ماكسيمم على الدي ويب في 35% الاف ال اللي بيساوي طلع 7.10. اخر حاجة من الويب باكلينج اللي هي الدي ويب على تي ويب على بيساوي 365 في 1 على جذر الاف ال، وطلع هنا اخر حاجة 1.6. يبقى كده انا حسبت الاف تي ويب هاخد الاكبر منين. طبعا هنا هناخد 1.6. الفلانجز قلنا طبعا بتبقى نحسب الام ماكسيمم، هي عبارة عن 8 من ماكسيمم 98% الاف ال. طبعا دي ويب بنجيبها من الستيب نمبر 1 اللي هي الخطوة الاولانية. ابدأ اقسم الام ماكسيمم على 98 في الاتش ويب، جبنا السي، ابدأ اساوي الاسترس بي على السي على بي فلانج في التي فلانج زائد سوتس الاريا بتاعت الويب اللي هي سوتس في الدي ويب في التي ويب. نبدأ نحسب القيمة، طلعنا ان الاريا بتاعت الفلانج بتساوي 238.73%. ابدأ افرض واحدة بدلالة التانية، انا اقول البي فلانج بتساوي 20 تي فلانج، يبقى بالتالي بجيب التي فلانج والبي فلانج. دي الخطوة الاخيرة. الخطوة اخر حاجة بنجيب البروبرتيز اوف سيكشنز. طبعا انا جبت القطاع البي فلانج والتي فلانج والاتش ويب والتي ويب، حسبنا الاثنين، نجيب البروبرتيز بتاعتها الاي اكس ومنها نجيب الاس اكس. طبعا حسبنا البروبرتيز، يبقى من السهل بعد كده ابدا اعمل تشيك اوف سيكشنز للشيل ستريس وبعد كده للفتيج. تشيك اوف ماكسيمم ستريس اللي اف ماكسيمم بتساوي الام ماكسيمم على الاس اكس. طبعا هنا القطاع ده هنفرضه نون كومباكت وده بيساوي بيشوفه اقل من 58% الاف يلد. الام ماكسيمم اللي جابها من الخطوه الاولى في 100 على اللي هو 1488، طبعا اللي هي القطاع اللي هي 48000 او 1,488,450 اللي هو ايه بتاعت الاي اكس. نحسب منيها اللي هو ايه الاف ماكسيمم، والقيمه طلعت اقل من 58% الاف يلد. نبدأ بعد كده تشيك بتاع الفتيج. الفتيج انا هروح اجيبه من الجدول بالفرضية، وقلنا ان هو اقل 61% من الجدول، ونبدأ نحسب الاف فتيج على الاس اكس، ونبدأ نحسب القيمة طلعت 59%، طبعا اقل من الاف اس ار. اخر حاجة للتشيك بتاع الشير ستريس، وده عبارة عن كيو ماكسيمم على تشوب في التي ويب. عندي الكيو ماكسيمم جابها من السترينج اكشن قسمها على الاتش ويب اللي هي 300 في 1.6 التي ويب، على بناءنا حسبناها المفروض القيمة تبقى اقل من 85% في الاف يلد. كده احنا بدأنا حسبنا البروبرتيز بتاع القطاع، وجبنا كل التشيكس التشيك اللي هي المفروض نعملها على القطاع. هيفضل تشيك بحاجة واحدة بس اللي هي تشيك اوف ويب بيكليك من جردر، لان الارتفاع اكتر من 3 متر، وده هناخده في الجزء الثاني من المحاضرة.